بيكلم ربنا برنامج إنساني بيغوص في أسرار العلاقة مع الله وخصوصيتها، لا بيشتبك مع دين ولا طائفة، يبحث فقط عن علاقة كل واحد فينا مع ربنا. أحمد الخطيب. ضيف حلقة تكلم ربنا النهاردة هو الفنان القدير صبري عبد المنعم. الفنان صبري عبد المنعم وأنا بتكلم معه قبل التسجيل بسأله عن علاقته بربنا، بيقول لي ربنا سندي في كل حياتي، واقف معايا في شدتي وفي فرحي وفي أحزاني وفي كل لحظة من حياتي واقف معايا. وفوجئت بيه بيقول لي أنا علاقتي بربنا وطيدة لدرجة أن أنا بشوف كل الأنبياء والصالحين بشوفهم، لدرجة أنه قال لي أنا شفت العذراء ولسه جيالي وكانت بتحوم حوالين بيتي وبتكلمني وبكلمها. الفنان القدير صبري عبد المنعم، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين ومصر كلها طيبة إن شاء الله. رمضان كريم علينا جميعا بإذن واحد أحد وعلى العالم العربي وعلى العالم الإسلامي. قول لي بقى عن ربنا بقى في حياتك. يعني هو أصل أنت يعني أول ما مثلا تتجرح ولا يحصل أي حاجة كده مثلا شوية يا رب شفيني، فأول كلمة بتتبادر إلى ذهن المؤمن الصادق والمسلم الصادق والمسلم الحق إنك تقول إيه يا رب شفيني، يا رب الشفاء من عندك يا رب. فكلمة يا رب دي هي اللي بتفتح كل الأبواب المغلقة. فالله ده موجود على طرف اللسان عند كل الناس المسلمين والمؤمنين، المسلمين والمسيحيين وكل الأديان، كل من يتبادر إلى يعني في قلبه ذرة إيمان بأي شكل من أشكال بيقول الله. لما تسمع أغنية حلوة مثلا يعني على ذكر الدنيا يعني بتقول الله، أما تسمع شعر حلو بتقول الله، أما بتأكل أكل حلو بتقول الله. فكل حاجة بتجيب سيرة ربنا في كل حاجة أنت عايش جواها وعايش عشانها وعايش من خلالها. احكي لي عن موقف كلمت فيه ربنا، موقف شديد في حياتك. من وانا صغير ما افتكرش ان انا كنت عارف اتكلم عدل، يعني اتولدت كده مريت بظروف مثلا ايه نظري راح مني اتلحس في مره مثلا، ما يعني وصلت لغايه سنه ما كنتش بمشي، فراحوا مكتفيني وحطني على باب جامع لحد ما جه حد فكني فمشيت على طول. ساعتها ايه السر انا ما اعرفش، انا مولود متربي في شارع الجيش في شارع الجيش ما قرب ما بين العتبه وبين العباسيه. فجأة كده يعني كنت كفيف وانت صغير؟ ما ده المرحلة اللي بعد كده يعني قعدت حوالي سنة سنتين كفيف؟ سنة سنتين كده وتعلمت القرآن، قريت القرآن وتجويده وكل حاجة. عماتي في البلد خدوني وقالوا ده، وبعدين أبويا ندرني قال إيه هنوديه الأزهر بقى وخلصت على كده. فجأة ربنا بعت الشفاء من عنده يعني، وقال لي يعرف كان يعرف دكتور كويس كده، كان حد غالي قوي. الراجل قعد يبص في عينيا كده 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 معرفش، جاب حاجات عامل عيني آلات كده صغيره. هو كان يهودي كان اسمه ساكس، فعمل حاجه في عيني فتحت ومشيت فعلا. بعدين قفل عين وفتح وقفل يعني. بعد ما قعدت فتره كفيف في 5 دقائق كانت الحكايه دي خلصانه. وبعدين جت حكايه رجلي دي من انا مشيت، فاكيد قلت الله سررت برضو الازمه في رجلي. وانا صغير يعني فودوك المسجد، ودوني المسجد وكتفوني قالوا ان اول حد هيعدي يفكه هيمشي. وفعلا ايه التصور في لحظتها محطوني من هنا حد معدي راح فككني قال ايه لما مكتف الواد ده، راح فكك الرباط جابوا ساعه في نخل اللي عامل الرباط ده، فراحوا اتفكت مشيت على طول في ساعتها. بعديها بقى جت حكايه عينيا مره ثالثه بقى بعد عينيا وبعد التكتيفه دي جسمي كله اتغير وتحول الى لون غريب كده، وسابوني في الاوضه وطلعوا شهاده الوفاه وخلصت على كده. يعني انت مت بالفعل؟ مت بالفعل. وكتبوا شهاده الوفاه. وبعدين فتحوا عليا الباب بعد شويه كده لقوني بتحرك وبضحك وحاجه زي الفل. فيعني يتصوروا انك مت. فهموا بدفنك. هموا بدفني. خلاص طلعوا لك طلعوا الورق وكل حاجه وخلصت على كده. ثم ايه اللي حصل؟ انا عارف ده كان مرض صعب مش كده؟ ولا حد عارف ايه لحد دلوقتي. ولا حد عارف. ده كان امتى الكلام ده؟ الكلام ده في الفتره من انا مواليد 45
من 45 ل 48 او 49. انت صغير كل ده وانت صغير انت تعرضت للمآسي كبير وانت صغير. من وانا صغير. وبعدين بعد كده لما قمت بقى كان ايه الملك بيعدي عندنا في الشارع. مين الملك؟ ملك فاروق. الملك كان بيعدي في الشارع فكانوا يدولنا يجيبوا من الاقسام والاحياء يعني كان شيخ الحاره يعدي على البيوت يقول طلعوا العيال عشان يرحبوا بجلاله الملك. فانا مع العيال اللي عدي سيدنا الملك من دي اللي انا ورد نرمي عليه فالراجل يحيينا كده يعني. فشفت ايام كده لطيفه جدا جدا. كلمت فين ربنا؟ في لغه بينك وبين ربنا؟ بص انا ربنا ما سابنيش في اي لحظه من اللحظات. انا حصل كده يعني شويه في التعليم كده كان مشاكل بيني مش مشاكل بيني وبين والدي. والدي كان له وجهه نظر وانا كان لي وجهه نظر. انا كنت عايز اخش ثانوي عام وهو اصر ان انا اروح ثانوي فني. وانا عشان عايز اخش المعهد فيا شاء السميع العليم ان انا اقول الفنون المسرحيه. الفنون المسرحيه يا شاء السميع. انا ايه وانا داخل المدرسه الفنيه كانت هنا في الاماريه اسمها القاهره الثانويه الميكانيكيه وانا داخل ابص في وشي الاقي لوحه المسرح المدرسي. دخلت لقيت مين اللي قاعد قبل مني؟ هادي الجيار ومحمد البشاري وعز البرشوم. فتلبينا على بعض واحنا الاربعه دخلنا المعهد. فربنا ما سابنيش انه جاب لي الحاجه اللي انا بحبها في الحته اللي انا مش عايز اروحها. فبقيت اروحها وانا يعني منشرح الصدر. فابويا يقول لي بتاخر في المدرسه ليه؟ اقول له ما عندنا نشاط. ما كنتش اقول له اي حاجه بقى من الحاجات دي. وبعدين اتخرجت من المعهد. اقول لك بس انا اوصل لك لحد السؤال اللي حضرتك عايزه. اتخرجت من المعهد واتخرجت من الثانويه عام وبقيت اذاكر ثانويه عامه 3 سنين في سنه علشان اقدر اخش المعهد لان ما كانش بياخد الدبلوم الفني. فوانا بذاكر حصل جات لي اصابه في عيني الثانيه بقى لان اشتغلت في محطه بنزين وكان فيها ابخره وغازات وحاجات كده عملت نوع من انواع الفيروس بيجي الواحد من 17,000 في 10 مليون. ففضل 4 ايام على الامتحان وهادي كان بيمرني هو الاستاذ محمود الالف الله يرحمه بيمرني على المشاهد. فجاه جالي الفيروس ده في عيني فجريت على الدكتور فقال لي ده فيروس يا ابني نادر وملوش علاج دلوقتي علاجه حاجه واحده بس. قلت له ايه؟ قال لي بيتكوي. فتخيل بقى مكوى تخش عين يعني البني ادم يعني. فاول جلسه عملتها راح رابط لي عيني ورحت جاي من باب الحديد لغايه هنا يعني الله اعلم بقى مشيت ازاي. كان في اغسطس في عز الحر طبعا لازم تركب الاوتوبيس ما كانش فيه رفاهيه انك انت تركب تاكسي ولا الحاجات دي ولا حد يستناك ولا حد ياخد بايدك ولا الكلام الفارغ ده كله. وصلت هنا وانا على اخري وعيني متربطه فامي وابويا شافوني قلت لهم ايه؟ فقلت لهم على الحكايه. نمت كلت ونمت. لما نمت قبل ما انام بلحظه كده لحظتين ستنا مريم نازله. السيده مريم العذراء. ستنا مريم نازله من الحيطه وبحاجه بهيجه خالص وبتضحك ومشيت على جسمي من اول صباع رجلي الصغير لغايه دماغي وطبطبت عليا قالت لي ما تخافش. قالت لك بس ما تخافش. دي كانت اول مره تجيلك؟ كانت اول مره تجيلي. انا قبل كده كان في حاجات بس انا بنساها. يعني كان لكن وقعت انك تشوف العذراء ده ستنا مريم طبعا. طبعا قالت لك ما تخافش سيدات يعني طبعا فقالت لي ما تخافش. يومين ثلاثه رحت الامتحان وانا مربط عيني فانا داخل امتحن فلقيت الاستاذ احمد عبد الحليم قال لي بفك بقى الرباط من على عيني عشان اعمل الامتحان. فقال لي وفيه انت عينك فيها ايه؟ فقلت له قال لي ما تخافش ما تخافش ما تخافش. نفس الجمله اللي قالتها العذراء. قال لي ما تخافش. خارج الاستاذ احمد زكي كان استاذ في المعهد العالي في المسرحيه برضه فقابل احمد عبد الحليم قال له فجاه شافني قال لي في ايه؟ دول حكايه كذا 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 زي ما الاستاذ احمد قال لي ما تخافش برضه. دخلت عملت الامتحان خلصت الامتحان الاثنين طلعوا لي قالوا لي نجحناك بس في التصفيه بقى يعني ايه برضه هنقف معاك. التصفيه كانت بعدها باسبوع. راح جاي لي بريك بقى في عين الثانيه. وبعدين مش عارف اعمل ايه. تعرضت لاصابه في عين رحت برضه رحت برضه رحت عامل كي بعدها بيومين امتحنت ورايح برضه الاثنين خرجوا لي ايه يا ابني في ايه العين الثانيه؟ قلت لهم العين الثانيه قالوا لي ما تقلقش حتى لو في ايه هتنجح ما تقلقش ما تخافش هتنجح. فعلا نجحت الحمد لله. قلت لربنا ايه بقى ساعتها؟ كنت بتقول له ايه بقى؟ لا عيطت بكيت. قلت له ايه؟ انت شايف عالم بحالي والكلمه اللي بقولها لغايه النهارده بعد كل صلاه علمك بحالي يغني عن سؤالي. علمك بحالي
يغني عن سؤال. سؤال بس والدعاء يرد البلاء. بعد كده بقى تعرضت لحاجات كتيرة جدا جدا جدا. كان من بيعمل حتى اللي انا فيه ده اللي انا فيه برضو ده هبقول لحضرتك عليه. بعد كده جالي الكانسر. وصبت الكانسر. اول يوم في المستشفى انا بعمل الكيماوي. انا قعدت اعمل كيماوي. انا قعدت من 2001 لغاية 2005 كيموثيرابي وراديوثيرابي يعني علاج كيماوي وعلاج اشعاعي. في اول جلسات تملي على طول سيده مريم جنب السرير. في كل جلسه من جلسات الكيماوي سيده مريم جنبك على السرير. كل يعني كان كل 10 12 يوم 7 ايام وبعدين اجازه وبعدين كده. فلا يا سيده مريم اليومين دول انا في المشكله اللي انا فيها دي دلوقتي مش هقول عليها بقى خلاص كفايه كده بقى مش معقول هنقرف الناس مشاكلنا. الاقي حضرتها بتطوف حواليا سيده مريم بتطوف حواليا كده يعني في اطمئنان. بتقول لك ما تخافش بتطمني بس ما تقلقك هنتعبها بقى كل مره تقول لي ما تخافش بقى ولا ايه ستنا برضه دي امنا وحبيبتنا. امال طبعا الفنان القدير صبري عبد المنعم. لا هقول لحضرتك بس كده ايه وحضرت سيدنا النبي برضه عشان انا من الاشراف اب وام متنسب لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين برضه شفت حضرت سيدنا النبي كتير جدا في مواقف كتيره قوي. ولما روحت لغاية حضرته هناك ولما روحت الكعبة كان في يعني حاجات جميلة قوي قوي بتحصل لي. الحمد لله الحمد لله. الفنان القدير صبري عبد المنعم رمضان كريم علينا وعلى كل الناس يا رب العالمين اللي بيحبوا ربنا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا باشا والإذاعة طيبة والدنيا طيبة ومصر أول حاجة تبقى طيبة إن شاء الله بفضل اللي فيها الطيبين إن شاء الله. شكرا.